Das Foto eines Vaters, der seine Kinder zu Grabe trägt, bewegt die ganze Welt. Es ist das grausame Schicksal von Abdelhamid Youssef, der bei dem Giftgasangriff im syrischen Khan Sheikhoun seine ganze Familie verloren hat. Jetzt spricht er über den brutalen Sarin-Angriff. طلعت اشوف اولاده كمان مستشهدين، زوجة اخوي كمان استشهدت، محسن الزبد كله عم يطلع من تمه انهيارات عصبية كلياتهم عم يوقعوا في ارضهم كلياتهم. في بنت اختي كمان حاول اني احصل شيء لقدر الامكان، هاي اخر وحدة اني احصل، ما عاد احصل اخذ نفس نهائيا. شلتها 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 وصلت لعند الباب وقعت انا وياها. اسعفوني. انا بنت اختي استشهدت، انا من وقعت من وقتها حملوني ورحت انا بعد 4 ساعات ونص كنت في المشفى، خرجت المشفى ورجعت لقيت عائلتي كلها تمستشهد، اولادي اثنين توم احمد وايه وزوجتي كلياتهم مستشهدين، اخواتي اثنين أولاد أخواتي، نسوان أخواتي، أولاد عمي، كانوا حوالي 25 شخص من عائلتي، كلهم استشهدوا، وغير الجيران طبعاً، كل إنسان يمشي في الشارع، يمشي 10 خطوات أو أكثر من 10 خطوات اللي يشوفه أنا يقع يطب، اللي يجي يسعفه يفكر حاله إنه يحسن يتنفس، يضل شوي. حتى اخر شيء العالم حست على نفسها انه هذا غاز سارين او غاز كلور او والله ما بعرف شو هو، بس على الاغلب غاز سارين، غاز كثير قوي. صاروا يحطوا كمامات، يحطوا مي وكولا ويصيروا يسعفوا العالم هون، لحتى حسوا انه يسعفوا اكثر عدد ممكن. انا اولادي وقت اللي رجعت لقيتهم كلياتهم مستشهدين. هذا كل شيء طبعا. شوف هن كانوا 3 ضربات في الظهر، ضربة عندي في البيت وضربة عند دار اهلي تبعد 200 متر، الضربة الثالثة تبعد 400 متر. الغاز انتشر على مساحة 2 كيلومتر مربع في الظهر، كل شيء موجود فيه